نتشرف بحضرتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. النائب أشرف أبو الفضل أحمد عبد العاطي عن دائرة جوس جفت نجادة. الحمد لله ربنا وفقني واكتسحت الدائرة في المرة في الجولة الأولى من بين 41 مرشح ب 21 ألف صوت. وفي جولة الإعادة كنا 4 مرشحين حصلت على 47 ألف صوت. أنا جيت هنا والحمد لله بفضل ربنا شايل هموم أهل دائرتي ومشاكلهم بحيث أكون لسانهم اللي بطالب بحقوقهم اللي مفروض تكون الحكومة مأدياها. إن شاء الله ربنا يوفقني وأقدر أطلب لهم في مجالات كتير. يعني إحنا عندنا مثلا الصحة في الصعيد فعلا في إهمال كبير في الصحة، فربنا يوفقنا في مستشفيات كتير عايزة تشتغل، مستشفيات تكاملي وقفة، مستشفيات مركزية عايزة تتطور. ربنا يوفقنا ونكون إن شاء الله عند حسن ظن أهلنا فينا إن شاء الله. وإيه تطلعات حضرتك لبرلمان 2021؟ والله اللي أنا شايفه الحمد لله في تنوع حسب كبير، يعني بسم الله ما شاء الله الأحزاب اللي هي موجودة على أرض الواقع وبتشارك فعلا كلها تمثلت في البرلمان، ليها نوابها في البرلمان، فكده الحمد لله فيه تنوع سياسي كويس. برضو في مشاركة المرأة بنسبة كبيرة، أول مرة غير مسبوقة في البرلمان، يعني أول مرة يبقى فيه كمية السيدات في البرلمان. في مشاركة اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصة، في مشاركة شبابية كتير، يعني الحمد لله أنا شايف أنه تلتين المجلس تقريبا نواب جدد، فدي خطوة كويسة. يعني برضو واحد مستقل مثلا زي كده يدخل البرلمان ويكتسح الدائرة مرتين، فالحمد لله في سياسة كويسة على أرض الواقع. طب ممكن نعرف إيه أهم القوانين الموجودة على أجندة حضرتك التشريعية؟ والله أهم القوانين قانون التصالح. قانون التصالح طبعا يعني كان في غيبة عن المجلس اللي فات، اتخذ في غيبة عن المجلس اللي فات، فإحنا عايزين ننظم ونناقش قانون التصالح في ظل وجود المجلس الجديد إن شاء الله. طب حضرتك ده هيأثر يعني على اختيارك للقائمة وهل ده هيأثر على اختيار حضرتك للجنة اللي ناوي تترشح ليها؟ والله لا مش هيأثر طبعا، بس أنا اخترت يعني لجنة الطاقة، يعني أنا شايف إن أنا ممكن أأدي فيها كويس بطبيعة شغلي وطبيعة عملي. لجنة الطاقة اخترتها لجنة أساسية، واخترت لجنة الصحة كلجنة فرعية بحيث ربنا يوفقنا إن شاء الله ونقدر نعمل حاجة كويسة لبلدنا إن شاء الله بإذن الله وبالتوفيق يا رب، وألف ألف مبروك. شكرا.